برئاسة معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب، يشارك الاثنين وفد الشعبة البرلمانية في اجتماع الجمعية العامة 41 بعد 100 للاتحاد البرلماني الدولي، والدورة 205 للمجلس الحاكم، واجتماعات اللجان الدائمة والفعاليات المصاحبة المقرر عقدها في العاصمة الصربية بلغراد. وتأتي مشاركة الشعبة البرلمانية برئاسة معالي رئيسة مجلس النواب في هذه الاجتماعات واللقاءات الدولية من منطلق الاهتمام بالدبلوماسية البرلمانية بهدف استعراض جهود مملكة البحرين في مختلف المجالات وإبراز إنجازات النهج الإصلاحي الشامل بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. ومن المقرر أن تعقد مختلف اللقاءات التنسيقية للمجموعات العربية والإسلامية والأسيوية بغرض تنسيق المواقف وبلورتها حول أبرز القضايا المطروحة والاطلاع على القضايا الطارئة التي سيتم التطرق إليها ضمن سير مناقشات الدورة البرلمانية.